كانش محمد محروس خلفا وقد رفع به صوت الاذاعه الاسماعيليه وما كان للاذاعه الاسماعيليه الى فضيله الشيخ الجالس عبد الرحمن سلاما ثم جاء شيخنا علي محمود الشموس رفع القدر فوق القدر فكان لنا به فيها كل فرح. ثم الشيخ محمد معروف كبرى وفقه الله عز وجل. الان معذره ايها الاخوان، ما اتيتم الا لواجب بتلاوه القران ومشاركه باهل القران ولشيخنا صلاح سليمان فليتسع الصدر وليتحول الى الاحزان الى سعاده بتلاوه القران. وما اسعد الجمع اذا كان القارئ كالحال والسامع كالشاهد، اي انه كلما استزاد الحال استطعم الشارب، والشراب هنا من عند الله العزيز الحكيم. فضيلة القارئ الشيخ علي، وقد نادى ربنا على الإمام علي وقال يا علي اقرأ القرآن وعلمه للناس فإن كنت مت شهيدا. يا علي اقرأ القرآن وعلمه للناس فإن كنت طافت الملائكة بقبرك كما يطوف الناس للخير العام. يا علي لئن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. شيخنا علي القارئ التقي، فكم من القراء من يسمى بألقاب: القارئ المؤدب، القارئ صاحب الصوت الزاهر، القارئ القارئ، إلا أن القارئ التقي إسماعيلي، وهو شيخنا علي صاحب المعدن النفيس يتمم لنا ليلتنا بما لديه من أداء حسيس، وله على الكروب بصمات وتلميس. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بتلاوته في مثل الختام من سيد الكلام ومن ذكر المولى العلي العلام. ندعو الله لنا ولكم بالتوفيق اليوم والى ودائما الى الامام، فليتفضل مشكورا. الله في كل الحاضرين، وارجو الله ان يكرمنا واياكم اجمعين. ابسط الناس يا علي. مفيش دعوة أحسن من دي شوية. والله أنا أفتقده. يا أيها الذين آمنوا
مش هيواجد حد يكتب كده ويوصل كده الزمن اللي كده. الله يفتح عليك، مش تحرمنا يا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى
عليك. وحملها ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين وكان الله عليما لا ¡Gracias!
Yeah.
عليك يا سيدنا. رفع سمكها What?
يا رب. والأرض فيما أنت من
الله عليه وسلم. الله يفتح لك يا مشيخ علي. إنما الكريم الإزاز صاحب الهندسة الإذاعية
الأستاذ الكريم وصوله الليلة إلى ومدير موجة على كرة الإنترنت لتلاوات القرآن الكريم الأستاذ ناصر صلاح. نشكر أيضا إلى مقدم واجب الضيافة الليلة أولاد الشريف، شاكرين لحضراتكم جميعا، وأعلن الجميع من أراد أن يطلع على تلاوات الليلة على تلاوات الإنترنت ففي موقع أذن موقع الدكتور عبد الفتاح الطاروطي يبحث باسم عزاف فؤاد الشريف صلاح شريف. لكم تحيات المهندس من الليلة وكل ليلة مصطفى المذيعين مصطفى عبد الرحمن. وقريبا إن شاء الله سنلتقي في عقد قرار الشيخ أحمد أبو السيد.